أكيد زينب رح نحكي أكثر عن هذا الموضوع، ونرحب أكيد بضيفتنا لليوم الدكتورة لمياء البضنة، أخصائية بأمراض الأطفال. صباح الخير دكتورة. صباح النور. أهلا وسهلا فيك. صباح التفاؤل. يسعد صباحك عن جديد. يعني عم نحكي عن موضوع عن أطفال الرضع اللي هنا أكثر يمكن خطورة بالنسبة للجفاف، فخلينا نحكي أول شيء عن شو هو الجفاف، كيف بيصيبه يعني. تمام، مثل ما حكينا مثل ما قلتوا بالبداية، فصل الصيف كتير فصل حلو، الأطفال بينتظروا بفارغ الصبر، وخاصة بعد هالفترة اللي مروا فيها فترة حجر وحبسة بالبيت، فالأطفال كتير بيحبوا فصل الصيف لأنه فصل الخروج للمنتزهات، فصل الأكلات الطيبة، الفواكه الكتيرة، البوزة، يعني في كتير كتير مغريات بالنسبة للطفل. فلحتى يمر فصل الصيف بسلام المفروض كتير ننتبه لإرشادات صحية بدنا نقولها اليوم للأمهات بالنسبة لأطفالهم. مثل ما قلنا فصل الصيف ما في رقابة كتير على أكل الطفل، ممكن يطلع ياخد من برا أي شيء يأكله، الأهل بيطلعوا على المطاعم كتير، بيطلعوا على المنتزهات، الرقابة الصحية بتكون على الأكل بالمنتزهات وبرا أقل بكتير مما تقدر الأم تسيطر عليه بالبيت. الأطفال بيسجلوا بنوادي، بيسجلوا بمسابح، هدول كلياتهم رح يكونوا مجال أنه ياخدوا كتير من الجراثيم والفيروسات. فلذلك أمراض الصيف كتيرة، بس يمكن الإنتانات المعوية والإسهالات الأقيات تتصدر قائمة أمراض الصيف. مثل ما عم تقولي الرضع هن أكثر إصابة، لأنه هدول الأطفال عادة خاصة منهم اللي بيتغذوا بالحليب الصناعي أكثر عرضة لأنه ينصابوا بإنتانات معوية. كتير دائما بنحكي على الإرضاع الوالدي وأهميته، وأنه كتير كتير بيخفف من تعرض الطفل للإنتانات معوية وللإسهالات، لأنه أساسا في أضداد بتمر من الأم توقي الطفل من الإنتانات المعوية. الشيء الثاني زجاجة الحليب الصناعي اللي بيستخدمها الأطفال الرضع خلال السنة الأولى اللي ما نون عم ياخدوا إرضاع طبيعي، هي سبب كتير أساسي ومباشر للإنتانات المعوية. دائما مننبه الأمهات أنه زجاجة الحليب الصناعي أول ما بتخلص رضعة الطفل المفروض أنه ما تتركها فيها جزء أو بقايا من الحليب على جنب، لأنه البقايا الحليب هي اللي بقيانة بالبيبرونة بتتفسخ وبتعطي جراثيم، وخاصة بدرجة حرارة الصيف العالية. وبتعرفوا كتير أحيانا من المطابخ الموجودة عندنا كتير قليل ما يكون تبريدها كتير منيح، فكل ما ارتفعت درجات الحرارة بزيد احتمال أنه تتكاثر هالجراثيم المعوية. الشغلة الثانية زجاجة الحليب الصناعي ممكن الطفل يكون عم ياخدها يرضع يزتها بمحل ثاني، إذا الأم ما انتبهت أخدتها غسلتها معناته زاد احتمال التجرسم. الشيء الثالث المفروض زجاجة الحليب الصناعي يصير في إلى تعقيم يومي، بدون آلة تعقيم أو شيء تعقيد، من إلا للأم المساء أنت واقفة عم تجلي جليات العشاء حطي الببرونة والحلمة مع شوية مي وصابون بس غليهم لمدة 10 دقائق. التنظيف زجاجة الحليب الصناعي بده يكون بواسطة فرشات خاصة بتوصل لزوايا الببرونة لحتى نقدر انه نضمن انه صارت خالية من الجراثيم الموجودة. هلا الطفل لما بصير عنده انتان معوي بصير اما اسهال او اسهال واقياء، بيزيد خطر التجفاف لما بيكون في عنا اقياءات، لانه الطفل ما عاد في عنده قدرة انه يعوض الوارد اللي عم يضيع. وفي مفهوم خاطئ عند الامهات انه الطفل اذا تقيأ انا لازم اني طعمي، فبكون الطفل هو عم يتقيأ بتحاول الأم أنه تجبره الطعمي، ما بتعطيه فترة استراحة فبيرجع بيتقيأ. الشيء الثاني اللي بيزيد خطر تعرض هدول الأطفال للجفاف أنه كل الأطفال لما بينصابوا بأي مرض بتقل شهيتهم هدول الأطفال، فما بيقبلوا ياخذوا لا وارد غذائي ولا أكل ولا سوائل. لما منحاول يعني نصرف مية الأملاح أو نوصف له لهذا الطفل مية الأملاح اللي موجودة بأسماء تجارية مختلفة اللي هي عبارة عن مي وسكر وشوية شوارد لتعويض التجفاف، كتير من الأطفال ما بتتقبل طعمها لأنه هي المي مالحة قليلاً. إذا الأم حاولت تعطيها بكميات قليلة أو تخلطها بشيء تاني الطفل ما بيتقبلها، فيفوت الطفل بحلقة مفرغة. حرارة الصيف العالية، الفقد كتير للسوائل والشوارد، أساساً الطفل بالصيف بيفقد سوائل وشوارد كتير لأنه الحرارة عالية، عنده حركة كتير، عم يلعب وعم يسبح وعم يقوم بكتير فعاليات، فأساساً عنده فقد للسوائل والشوارد. إذا هالشي ترافق مع إسهالات معناته صار احتمال أنه يتعرض للتجفاف أكثر. نعم، يعني دكتورة مسألة الجفاف أو حتى التجفاف هي يمكن بتسبب قلق كبير عند الأمهات. اليوم أنت فينا نقول نحن دخلنا بمرحلة الخطر عند الأمهات وصار لازم فعلا نقلق على صحة الطفل بحالة تعرضه للجفاف.
تمام، شكرا على سؤالك لانه كثير مهم. في رساله بحب اقولها هون للامهات، انه كثير من الامهات لما بصير عن طفله اسهال او اقياء تركض انه تجيب دواء التهاب او دواء مطهر امعاء او هيك. هلا هذا طبعا الشيء يتم بوصف طبيب، وحتى الطبيب لما بيوصف اي دواء الاهم هو تعويض السوائل. دائما بنقول للام مهما كان الطفل في عنده عدد مرات اسهال، اذا كان الطفل عم ياخذ وارد كافي من السوائل فما تخافي. رح ننبه الامهات على مجموعه علامات هي بتقول انه الطفل بلش يدخل بتجفف. اول شيء بنلاقي فيه جفاف باللسان، ممكن الام تنتبه حتى تيجي تقول حاسه لسانه مثل الخشبه، هذا مصطلح كثير بتستخدمه الامهات. بنلاقي صار في عنا غؤور تحت العينين، الام بتعرف ابنها. في بعض اطفال بشكل طبيعي عندهم شويه غؤور تحت العينين، بس الام بتعرف ابنها لما بتلاقي انه هالغؤور تحت العينين زاد، معناته بلشنا نحن نفقد شويه سوائل. بنلاقي الطفل صار عنده الدمع قليل، لما بيبكي بيكون الدمع قليل، معناته بلشنا بمرحله متقدمه اكثر. ببلش الطفل تقل عنده كميه البول، وهذا اهم سؤال بنساله للام. لما بتقل كميه البول معناته نحن وصلنا لمرحله متقدمه بالتجفاف. شو يعني؟ معناته تاذت الكليه. لون البول كمان دكتوره تمام، لون البول بيصير غامق لانه بتقل كميه البول. دائما نحن اللي بيهمنا بالتجفاف هو اذيه الكليه. لانه لما بصير في عنا نقص سوائل تتاذى الكليه، ببلش يصير في عنا قصور قبل كلوي. إذا الطفل ما أخذ سوائل بيتطور لقصور كلوي، فكتير مهم هالقصة. الشغلة الثانية ممكن نعلم الأم أنه تسطح الطفل على سطح مستوي، وتحاول أنه تعمل قرصة خفيفة من جلد البطن، نحن بنقولها طبياً هي السنية الجلدية. إذا لاحظت الأم أنه لما عم تعمل السنية الجلدية عم تقرص هيك البطن، عم يبقى تشوفه خلال دقيقة، معناته نحن بلش عنا ضياع كتير بالسوائل اللي بالجسم. العلامة كتير مهمة ننبه الأمهات عليها، الطفل بالمراحل الأولى من التجفاف بيكون في عنده عطش، فبيبلش يطلب سوائل كتيرة. لما الطفل ببلش يطلب سوائل كتيرة، هذا معناته هو جسمه عم يحاول أنه يعوض الفائد. كل ما استمر التجفاف واستمر الطفل يدخل بمرحلة متقدمة أكثر، بصير الطفل عنده رفض للسوائل. الطفل بالبداية بأول مراحل التجفاف بيكون عم يبكي، بيكون عنده هياج. كل ما بلش يدخل بمراحل اكثر بصير في عنده ميل للنوم، بصير غير واعي. فبيهمنا كثير انه نحن ما نصل لهي المراحل المتقدمه، لانه لما نصل لمرحله الطفل عنده ميل للنوم شديد، عنده رفض طعام، معناته نحن وصلنا لتجفاف 10%، يعني الطفل فقد 10% من وزنه، هذا الطفل صار بده علاج وريدي. كثير بيهمني انا انه الام تبلش بسوائل قبل ما يصل الطفل للعلاج الوريدي وقبول المشفى. نعم دكتورة، بما أنه حكينا يمكن عن الأعراض أو العلامات اللي بتصيب الرضيع بالتجفاف، خلينا نحكي شوية طيب الإسعافات الأولية المفروض الأم تعملها، أو يمكن الإجراءات الأولية خلينا نقول لبين ما إذا كانت نسبة التجفاف صارت كتير كبيرة. وخلينا نعرف كمان منك، يعني دائما في عنا معتقدات قديمة، يعني مثل ما بيحكوا الجدات، مثل ما بيقولوا شربوا مثلا يانسون، شربوا كذا، كمان هل هي صحيحة بهذا هي الحالة؟ مثل ما قلنا أول شيء الأم، أنه إذا الطفل ما عنده إقياءات، عنده بس إسهالات، فالموضوع كتير سهل بالنسبة للأم أنه تسيطر عليه. منبه الأم لأول معتقد خاطئ أنا بدي صلحه، كل الأمهات بتميل أنه توقف الحليب سواء الأرضاع الوالدي أو الأرضاع الصناعي أو أي نوع حليب عم ياخذوا، هذا المعتقد خاطئ. ما بصير أبداً الطفل نمنع عن تناول الحليب، بالعكس إعطاء الحليب وإعطاء المواد الغذائية بيساعد الطفل على أنه يعوض السوائل أحسن، وخاصة إذا كان الطفل ما عنده إقياء. فإذاً الأرضاع الوالدي لا يوقف، الأرضاع بالحليب الصناعي لا يوقف إذا الطفل عنده إسهالات. الشيء اللي بنمنعه من طعام أثناء الإسهال هي الأطعمة اللي بتكون دسمة كتير، مثلا ممكن البيض المقلي أو الأطعمة الدسمة، فبنحاول أنه نعطي حمية خفيفة، مثلا رز ولبن وبطاطا، معكرونة ولبن، رز وجزر وبطاطا، مواد بتساعد شوي على أنه تكون قابضة للإسهال. وحتى الطفل إذا ما تقبلها ما في مشكلة، ممكن نسمح له وارد من البيت من الشغلات اللي هو بيحبها، بشرط أنه ما تكون دسمة كتير أو ما تكون حلوة كتير، لأنه قدرة الأمعاء على امتصاص السكريات بتكون أقل أثناء الإسهال. إذا أول شيء عدم إيقاف الحليب وعدم إيقاف الأرضاع الصناعي. مثل ما أن الطفل عنده قلة شهية، فمنحاول نعمل وجبات قليلة ومتكررة، يعني الأم متعودة تعطيه فطور وغدا وعشاء، أنا بقلها لا معلش كل ساعة أعطيه قطعة صغيرة، قطعة تفاحة، قطعة موزة، قطعة فواكه.
الشغله الثانيه هي تعويض السوائل. هلا طبعا مثل ما قلنا احسن تعويض للسوائل هي ميه الاملاح الموجوده بالصيدليات، وهلا صارت ميه الاملاح موجوده بنكهات متعدده، في منها بنكهه التفاح والعنب والفريز والموز، فبنقلها للام جيبي للنكهه اللي بتحبها، الام بتعرف ابنها شو بيحب. بننبهها دائما انه ميه الاملاح اللي بتجي من الصيدليه طعمتها سخنه، يعني الطفل كمان ما بيتقبلها، انه بردي ميه الاملاح شوي، اعطيها شوي شوي، إذا ما حب حاولي تخلطيها بمي بشاي بشوية شغلات محببة. هلا الطفل إذا ما حب مية الأملاح ممكن تستخدم الأم بس المي، تحط كمية ملح صغيرة لحتى نعوض الصوديوم اللي عم يروح مع الإسهالات. فأهم شيء بصراحة إنه تعطي سوائل تبعده عن الجو الحار، يعني الطفل إذا عم يلعب برا تحاول إنه تحطه بالبيت بجو رطب ومكيف لحتى يخف فقدان السوائل بحالة الشوب، ووجبات قليلة. هلا لما بيكون الطفل في عنده اقياءات هون قد يكون الموضوع شوي صعب عند الام، المفروض بس بشكل اسعافي كل الامهات عندها دواء مضاد للاقياء بالبيت، المفروض انه بتعرف قديش جرعته بالنسبه للطفله. دائما بنعلم الامهات انه اعطيه مضاد الاقياء وانتظري حوالي نص ساعه لثلاث ارباع الساعه لحتى يبلش تاثير الدواء، وبعدين بلشي اعطيه سوائل بكميات قليله ومتكرره. نحن بدنا نريح المعده تمام، فما بدنا نعطي كميات قليله، بنقلها للام بعد مضاد الاقياء اعطي اي سوائل يرغب الطفل بمقدار فنجان صغير او 30 سنتي بالبيبرونه كل ربع ساعه لمده ساعتين سوائل حتى نعمل إراحة للمعدة، وبعدين شوي شوي كمان بلشينه بوجبات قليلة متكررة. يعني مثلا الأم اللي بتعطي فرضا حليب صناعي، لخلينا نقول بتعطيه 100 سنتي، إلا هال 100 سنتي هدول مؤتي بتعطيهم كل ساعتين جزئيون، كل نص ساعة أعطي 30 سنتي 30 سنتي لحتى تبلش المعدة ترتاح. هلأ في حال عندت الإقياءات، في حال كان عندنا ترفع حراري شديد أكثر من 39، في حال كان الطفل أقل من 3 شهور، في حال كانت الإسهالات مدمة، في حال ظهرت على الطفل أي وحدة من علامات التجفاف الشديدة اللي ذكرناها، يعني بلش يصير في عنا قلة بكمية البول، بلش الطفل يميل للنوم ما ينتبه على الأم، بهالحالات الخمسة كلياتها المفروض أنه تراجع أقرب طبيب لتاخذ استشارة طبية. نعم دكتورة، بشكل سريع شوي لما نحن منلاحظ هاي الأعراض اللي تفضلتي وحكيتي عنها واتجهنا إلى الطبيب، هون فينا نقول نحن بيتم عملية إنقاذ للطفل، شوي ممكن يخف التوتر والعبء على الأم أنه الطبيب ممكن يأخذ إجراءات يمكن هي أسرع وأسلم من الإسعافات الأولية اللي قامت فيها الأم، وخلال مدة معينة ممكن يرجع الطفل لوضعه الطبيعي. طبعا اكيد. هلا نقطه مهمه بدي اذكرها انه مو كل الانتانات المعويه تعالج بالصادات، نسبه كثير كبيره من الانتانات المعويه هي فيروسيه، لذلك لا تفيد فيها الصادات، وكثير احيانا اعطاء الصادات بشكل عشوائي سواء من الام او من الصيدلي او من طبيب يعني ما فحص منيح قد يزيد من الاسهال. تمام، لا يجوز ابدا اعطاء الصادات اذا ما كنا شاكين بانتان معوي جرثومي. الشغلات اللي بتخليني شك انه الانتان معوي جرثومي هي الترفع الحراري الشديد، وجود الإقياءات الشديدة، وجود علامات بالفحص السريري بتقلي أنه قد يكون هذا الإنتان جرثومي. بهالحالة هي بيستخدم صادات. فمثل ما قلنا الغلط اللي بيقعوا فيه الأمهات أنه بتجيب أي دواء التهاب، حتى يعني الشيء اللي عم شوفه أنا بين الأمهات عم جيب مركبات الفلاجيل، المترونيدازول الموجودة بأكثر من مستحضر بالسوق. مع كل أسف هذا المستحضر تحديدا طعمته سيئة وبسبب إقياءات عند الأطفال، ولا يوصف إلا بحالات محددة في حال أثبتنا أن الإصابة المعوية هي طفيلية بسبب زحار أو بسبب الجياردية. فلذلك كثير من الأمهات توقع بهالغلط، بتروح بتجيب دواء الفلاجيل من الصيدلية، ومع كل أسف عم نشوفه عم ينعطى بأعمار صغيرة بالشهرين وبثلاث شهور التي لا يجوز إعطاءها بهالعمر إلا بوصفة طبية. فالنقطة اللي حابة أوضح عليها وأعطيها رسالة للأمهات، علاج الإنتانات المعوية هو السوائل وتعويض السوائل أولا وأخيرا، وانتباه علامات التجفاف. وصف الصاد الحيوي هو مسؤولية الطبيب. هلأ في شيء طلع من سنة عم نشتغل عليه، لو أنه استخدام مركبات الزنك، الزنك بنعرف أنه من الفيتامينات من العناصر الزهيدة بالجسم، لو أنه استخدام مركبات الزنك أثناء هجمة الإسهال الحادة بيخفف من هجمة الإسهال، بيزيد من مناعة الأمعاء، وبيقلل من احتمال تعرض الطفل لإنتانات معوية سابقة. فإذا حبت الطفل الأم أنه تستخدمه لحالة ما في مانع، على الأقل هذا فيتامين، على الأقل بيساعدها مشان تقصير مدة الإسهال
بيعطي وقاية للطفل لاحقا. أكيد. يعني دكتورة بهي النصائح الأخيرة ختمنا معك اليوم الفقرة الطبية، وأكيد إن شاء الله بالحلقات القادمة في كتير تساؤلات يمكن وخاصة عن الأطفال والرضع. فرح شكرا لك. شكرا كتير لكم. أكيد شكرا لك دكتورة على كل المعلومات اللي قدمتي لنا. شكرا فرح.